كلمات اخيره بقى كابتن حماده. مبروك للنادي الاهلي النهارده، شرفنا وشرف الكره العربيه والافريقيه. بتمنى ان شاء الله يا رب يعمل مفاجاه ونوصل قبل نوصل النهائي ان شاء الله. كابتن وليد. كلمتي ممكن تبقى للعيبه وللجماهير. اللعيبه استمتعوا، انتوا وصلتوا لمرحله حلوه قوي، مرحله هتلعبوا اعظم فريق في العالم، نادي القرن الاوروبي. استمتعوا بالكوره، استمتعوا بالحدث اللي انتوا فيه، اتبسطوا باللي انتوا وصلتوا له، وشيلوا من عليكم الضغوط، وورونا لعيبتنا الحقيقيه. للجمهور افخر بلعيبتك، ده نادي مشرف مصر كلها، لعيبه دايما على العهد طول الاجيال من الواحد حضرها من السبعينات وما قبل طبعا لغايه اللحظه دي، كل الناس بتدي كل روحها للنادي الاهلي، فجماهير النادي الاهلي تفخر بلاعبتها وتفخر بناديها، وان شاء الله باذن الله نكون في النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا كباتن كابتن حمد الصدق، كابتن وليد صلاح الدين، وكلنا فخورين بالاهلي وعايزين نقدم احسن اداء. فعلا الاهلي هو الشيء الوحيد اللي بيسعدنا هذه الايام. مبروك للاهلي. نخرج فاصل ونستكمل اخبارنا.